مثل هذه المؤتمرات تركز وتسلط الضوء على آداب وأخلاقيات بشكل عام، الآداب والأخلاقيات بشكل عام. المقصود بالأخلاقيات هي القيم التي تتماثل فيها البشرية، الصدق، المساواة، العدالة، حقوق الإنسان. أما عن الآداب فهي تتعلق بكل مجتمع على حدة. من خلال هذه اللجنة الأخلاقيات الحيوية يتم دراسة الموضوع من هذه اللجنة، وتعطى للسلطة التنفيذية المعينة لاتخاذ القرار المناسب أو للسلوك المناسب أو للآداب المناسبة. نجي على الطب، نحن بنقول نحن في عنا نقابة، وليكن نقابة أطباء سوريا، في عنا آداب وأخلاق المهنة. من خلال هذه الآداب وأخلاق المهنة بتحطي قوانين وسلوك معين للأطباء لازم يمشوا عليه بهذا الإطار، وإذا خالفوه في عندهم عقوبات معينة، تنبيه، إنذار، شطب. المؤتمرات هاي عم نعملها تحت رعاية اليونسكو. في توجه عالمي كبير للاهتمام بالموضوع هذا. الحقيقة بدك تعتبري الأخلاق هي مثل صخرة النجاة. في 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 اللحظات الصعبة اللي فيها تحولات جديدة واختيارات جديدة ومواقف جديدة، منتعرض لاختيارات جديدة وعندنا حرية اختيار جديدة. هل الحريات هي وهل الاختيارات هي لتأطيرها ولمرافقتها بحاجة لقواعد أخلاقية؟ نحن كتير مبسوطين، هذا تعاون بيننا يونسكو وجامعة دمشقي مشان ورشة عمل ببيوإيتيك. هذا موضوع كتير مهم مشان تطورات مش علمية سيانتيفيك بس، بس كمان إنسانية، يعني فكري، إخلاقيات. حقيقة مبسوط إنه التلاميذ مهتمين بهالموضوع، معناتها الجيل القادم هو جيل رح يكون عنده اهتمام بنواحي الأخلاقيات البيولوجية عند الإنسان، لأنه من دون أخلاقية ما بينفع الطب. في الحقيقة الأخلاقيات الحيوية هي تعنى بالتطورات اللي صارت في مجال الطب وعلم الوراثة والهي ومدى انعكاساتها على الإنسان. لذلك رح نلاقي هون أنه في مواضيع كتير متنوعة، لا سيما من ناحية الأخلاقية ومن ناحية الطبية ومن ناحية العلمية ومن ناحية القانونية.